إذن واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوان أخوات. إذا اليوم إن شاء الله قررت أنني ندير واحد الفيديو كمعلومة على ود يعني الكمامات أو لا لي ماسك اللي تنحطو على الأوجه ديالنا. إذن مؤخرا أصدر من الشؤون الخاصة أو المختصة في هذا الأمر هذا ديال الكمامات أنه يجب وضع كل كمامة يعني الانسان الذي يقوم يعني بالشؤون ديال المنزل. اذا لازم على كل شخص يعني تيخرج وعنده رخصات الخروج او لا شهاده الخروج الاستثنائيه باش انه يوضع الكمامه على الوجه ديالو. اذا ايضا الشؤون المختصة في هذا الأمر هذا أصدرت أنه يجب على كل شخص أن يقوم بتغيير الكمامة كل يوم أو لا كل مرة استعمال. إذن عدد الساعات ديال يعني عدد الساعات الصالحة للكمامة هي 4 ساعات. إذن كيف ما كتعرفوا الإخوان يعني راه الأمر ولا يعني إجباري على كل واحد أنه باش يدير الكمامة. ولنحطكم بالعلم أيضا أنه إذا تم توقيف أي شخص لا يرتدي الكمامة فهو غادي يعرض نفسه يعني إما للسجن لمدة شهر أو 3 أشهر يعني من شهر 3 ديال الشهر أو لا غرامة مالية قدر ديالها هو 300 درهم حتى 1300 درهم. إذن الأمر ديال الكمامات الإخوان يعني الطريقة الصحيحة ديال وضع الكمامات هو قبل حمل أي كمامة لابد ما نقوموا بالتعقيم ديال الأيدي ديالنا، لابد ما غادي نقوموا بالتعقيم ديالهم، ثم تنشدوا الكمامة ديالنا بهذه الطريقة. هذه هي طريقة وتنوضعها يعني على الوجه ديالي. هاراكم إذن هذه هي الطريقة ديال وضع الكمامة أو لا الطريقة باش كان ما ينحيدها. كنستعمل الأصابع ديالي بحال هكا وتنحيدها وتلوحها، ماشي غادي نلبسها مثلا بهذه الطريقة، مثلا نشدها بحال هكا او لا نبغي نحيدها ونستعملها بحال هذه الطريقه هذه. لانه الاخوان ربما هذا الفيروس هذا ربما غادي يكون في هذه المنطقه هذه ممكن يكون فيها الفيروس، وغادي نقيس بيدي وراه ممكن نقيس العين ديالي، ممكن نقيس الاذن الانف الفم يعني اي مكان اللي ممكن يدخل فيه الفيروس عبر الجسم. إذن الإخوان يعني لنكون حاذرين جدا، وحنا راه في واحد الوقيته اللي هي حرجة بزاف، وإن شاء الله يعني نزيدو نصبرو شوية ونبقاو في المنازل ديالنا، وراه ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله. إذن تبارك الله عليكم.